هاي تركيبة جسم الإنسان صعبة ومعقدة، لهيك هو تحدي يومي ومستمر للعلماء والأطباء. التثاؤب هو طريقة لتبريد الدماغ خلال التواجد بأجواء حارة، ودراسة أكدت أنه استعمال التلج لتبريد الدماغ بخفف من التثاؤب. الحزوقة هي إنذار لتناول الأكل بشكل أبطأ. مين قال أنه الدموع آلية دفاع للعيون ضد الالتهابات وبيخففوا مستويات التوتر؟ أنا قال. نشوفكم بكره.